ودي لو افترضنا ان هي 10%، فيبقى مثلا سي لو انا حطيت 1000 جنيه، يبقى بعد 1 يير تبقى 1000، والارباح بتاعتها 100 تبقى 1100. بعد سنة تانية يبقى المبلغ الاساسي بتاعها بقى 1100، فارباحه تبقى 110، يبقى بقى المجموع بتاعي 1210. بعد سنة كمان يبقى المبلغ الاساسي بتاعي 1210، يبقى 10% منه 121، يبقى الاجمالي 1331، وهكذا. ده لما نحط، نحب نحطه في صيغه عامه شباب، يبقى نقول ايه اف، دي بنسميها الفيوتشر فاليو اوف ذا ديبوزيت. الديبوزيت بتاعك اللي هو ايه؟ ده المبلغ اللي انت حطيته، هتضربه في 1 زائد اي اس ان، ان عدد السنين، ان عدد السنين، كويس؟ يعني كانها كده، انت اللي بتحط مبلغ هنا بيفضل يزيد 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 لغايه ما يبقى اف هنا بالشكل ده. يبقى اف بقى ايه؟ في 1 زائد اي اس ان، كويس؟ اهو. يبقى ده بنسميه الفيوتشر فاليو. لو في مبلغ يستحق عليك بعد ان ييرز اللي هو ايه؟ فيبقى البريزنت فاليو بتاعتي، او المبلغ لو دفعته النهارده تدفع كام؟ تدفع المبلغ ده مقسوم على 1 زائد اي اس ان، عشان لو ضربت البي دي في 1 زائد اي اس ان بقى ايه؟ اهي. ودي مايكو ازاي؟ فدي بيسموها البريزنت فاليو بتاعت اي قيمه، ودي الايه؟ الفيوتشر فاليو، لو انت حطيت النهارده وخدت بعدين يبقى بتاخد ايه في 1 زائد اي اس ان. لو مبلغ عليك بعد شويه تدفعه النهارده تقسم على 1 زائد اي اس ان. اي دي الانترست السنويه. شوف مثال كده مباشر، بنقول ايه؟ فايند ذا فيوتشر فاليو اوف 1000 جنيه ديبوزيتد فور 10 ييرز ات ريت اوف 11%. يبقى لو انت، يبقى الاي بتاعتي دي 1000، الاي 1000، الاي 11%، ويبقى 1000 في 1 و11% اس 10 يبقى 2840. يبقى لو انت حطيت النهارده 1000 جنيه بعد 10 سنين بفايده 11% تاخدهم 2840، يعني تقريبا ثلاث مرات. تقريبا ثلاث. وفي على فكره شهادات استثمار في البنك الاهلي كده، تحط الفلوس تاخدها بعد 10 سنين تقريبا ثلاث مرات. طيب الاماونت بتاعت 10000 جنيه هي هنا في غلط في رقم، 10000 جنيه تو بي بيد افتر 3 ييرز، يبقى والانيوال انترست ريت 10%، يبقى لو اتدفعت النهارده تتقسم على 1 و1 من 10 اس 3، المفروض يبقى فيه زيرو زياده، كانها تبقى 7513. يعني نسيت ياما نصب زيرو من هنا، يعني لو حطيت 1000 هتدفع 750 عشان هي تستحق بعد 3 سنين. ده كمبدا اساسي كده. في اي اسئله يا شباب؟ ها؟ طيب. طيب دلوقتي هنشوف بقى ايه لو انت خدت مبلغ دلوقتي وبتقسطه، اللي هي القروض. لو انا خدت مبلغ وبقسطه، المبلغ اسمه بي اللي هو البريزنت فاليو، وبعدين هتدفعه ايه وايه 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 لغايه ان ييرز، كويس؟ ففي الحاله دهيت بنقول ايه؟ ان المبلغ ايه ده هيدفع بعد سنه هيبقى النهارده ايه على 1 بلس اي. المبلغ ايه اللي هيدفع بعد سنتين بقى ايه على 1 بلس اي سكوير. المبلغ ايه اللي هيدفع بعد 3 سنين بقى ايه على 1 بلس اي اس 3، وهكذا. فلو هو بيدفع لان ييرز يبقى لغايه اخر واحد ايه على 1 بلس اي اس ان. يبقى البي دي هي مجموع دول، البي دي اللي انت خدتها دي هي مجموع دول، فيبقى كان البي بتساوي ايه على 1 بلس اي ايه على 1 بلس اي سكوير لغايه ايه على 1 بلس اي اس ان. عشان نجيب المجموع ده فبنضرب الطرفين في 1 بلس اي، فبقت بي في 1 بلس اي هتساوي ايه، وهنا ايه على 1 بلس اي، وهو لغايه هنا اخر واحد يبقى ايه على 1 بلس اي اس ان ماينس 1، لان ضربته في 1 بلس اي. نطرح المعادله 1 من المعادله 2، هنا عندي بي، هنا بي زائد بي في اي، يبقى الفرق بينهم بي في اي. هنا بقى لما نيجي نطرح ده ناقص ده، الاي موجوده هنا لانها مش موجوده هنا، دي تروح مع دي، ودي الثانيه تروح مع الثانيه، وهكذا لغايه دي اللي هي ايه على
اللي تناظر دي بقت اي على 1 بلس اي اس ان ماينس 2، هتروح مع اللي قبلها هنا وبعدين دي تروح مع دي، يبقى هيتبقى الترم ده، هيتبقى الترم ده اللي هو اي على 1 بلس اي اس ان، يبقى بي في اي بيساوي الكلام ده. لما دي نحطها في الشكل النهائي هيبقى المنظر بتاعها كده، يبقى بي بتساوي اي 1 ماينس 1 بلس اي اس ماينس ان على اي. يبقى ده البريزنت فاليو دي، يعني كان ده قيمه القرض اللي انت خدته لو انت خدت قرض، وده القسط السنوي اللي انت بتدفعه، والان دي عدد مرات الدفع، والاي ده الانترست ريت، والاي الانترست ريت. الشروط عشان تطبق المعادله دي كالاتي: لازم البيمنتس اللي هي ايه تبقى متساويه، ولازم الانترفلز اللي بتدفع بينها ايكوال انترفلز، يعني بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة بعد اربعة وانت ماشي كده كلهم متساويين. وبعدين اول مبلغ يدفع يبقى بعد one period، اول مبلغ يدفع يبقى بعد one period خلاص after one interval. طبعا ثالث حاجة ان الانترست ريت خلال الفترة دي كلها ثابت، الانترست ريت ثابت. طيب بص شباب، ده كده يبقى اتكلمنا على حاجات اللي هي سنوية اللي هي بتدفع سنويا يعني. طيب الـ لو انا عايز اجيب بقى، احنا قلنا الاي دي سنوية، طيب لو انا عايز اجيب اي الشهرية، خد بالك ازاي، فيبقى الاي لو بعد شهر هسمي الاي الشهرية اي ام، الاي مانثلي ايه بعد شهر بتبقى ايه في 1 بلس اي ام، طب بعد شهرين A 1 plus I M square، لغاية بعد 12 شهر تبقى A 1 plus I M أس 12. كويس؟ A 1 plus I M أس 12 دي اللي هي تمثل سنة، فكأن A 1 plus I M أس 12 هتساوي A 1 plus I. كويس؟ يبقى دي معناها 1 plus I بتساوي 1 plus I M أس 12، يعني I M المونثلي بتساوي 1 زائد I أس 1 على 12 ناقص 1. يبقى دي لو أنا عارف الفايدة السنوية أقدر أجيب الفايدة الشهرية بالشكل ده. طب افرض أنا عايز أجيب الفايدة بتاعت، نفترض إن في شهادات وحاجات بتدي فايدة كل 3 أشهر، تجيب الفايدة بتاعت 3 أشهر إزاي؟ هتقول أهي الـ A بعد 3 أشهر هتبقى A 1 بلس I 3 M، طيب بعد 6 أشهر اللي هي نفس الانترفال تاني تبقى A 1 plus i 3m أس 2، لغاية بعد 12 شهر هتبقى أس 4، فيبقى a of 1 plus i اللي هي بعد سنة بتساوي a 1 plus i 3m أس 4، يبقى i 3m بتساوي 1 plus i أس ربع ناقص 1، وهكذا في أي فترة من الفترات. يعني لو نطبق نفس القاعدة دي في أي فترة من الفترات، يبقى i مثلا 6m هي 1 زائد i أس نص ناقص 1. نفس الفكره دي ممكن نطبقها لو البيريود اكتر من سنه، يعني مثلا لو عايز اجيب بتاع 3 سنين هقول ان ايه بعد 1 يير 1 بلس اي، بعد سنتين 1 بلس اي سكوير، بعد 3 سنين 1 بلس اي اس 3، يبقى كان بنقول ان ايه في 1 بلس اي 3 ييرز تساوي ايه 1 بلس اي اس 3، يبقى اي 3 ييرز تساوي 1 بلس اي اس 3 ناقص 1. ان جنرال اقدر اكتب العلاقه التاليه يا شباب، ان الانترست بيريود بيريود هنسميها بي 2 علاقتها ببيريود بي 1 تبقى اي بي 2 تساوي 1 زائد اي بي 1 في بي 2 على بي 1 ناقص 1، حيث بي 2 هي الاكبر، دي اللي هي يعني دي مثلا سنوي ودي شهري، فلو دي سنوي ودي شهري يبقى دي الاي ام، دي بقت اي ام، وهنا بقت 12 على 1 يبقى اس 12، يبقى اي بتساوي 1 زائد اي ام اس 12 ناقص 1، هي اللي كنا جبناها قبل كده، هي هي. فلو بي يشترط بس في العلاقه دي بي 2 على بي 1 تبقى انتشر، يشترط ان 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 الفتره دي تبقى البي 2 على بي 1 تبقى انتشر، وهكذا. اكزامبل: if the annual interest is 12% find the monthly interest and 3 years interest. فالاي ام هي 1 زائد اي اس 1 على 12 ناقص 1.
تطلع طبعا اقل من 1%. تتهيألك انها تطلع 1%، لا مش 1%، هي اقل عشان هي تراكميه، فبتدي 12% في نهايه السنه، تطلع 0.95% يعني في الشهر بتدي اقل من 1% بحاجه بسيطه. اما اي 3 ييرز هتبقى 1 زائد اي اس 3 ناقص 1 فتطلع مثلا 40.5%. خلي بالك ان هي 12% في السنه ما تبقاش 36%، لا تبقى اكتر عشان هي علاقه تراكميه بالمنظر ده. في اي اسئله لغايه كده يا شباب؟ يبقى دلوقتي الانترست بتاعت 1 يير ممكن تربطها بانترست بتاعت اي فتره ثانيه، سواء كانت شهريه 3 اشهر 7 اي حاجه، بس المهم ان في العلاقه ديت تبقى بي 2 بي 1 انتجر فاليو. يعني ما ينفعش تقول الفايده بتاعت كل 7 اشهر، ما ينفعش الا لو ربطتها بفايده شهريه ينفع. يعني دي هتقول بي 2 دي 7 وبي 1 دي بتاعت الشهر، ماشي تنفع، لكن لازم ده يبقى انتجر فاليو، لازم ده يبقى انتجر فاليو. طيب بص شباب، في حاجه بنسميها طبعا احنا بنعرض هنا الافكار الرئيسيه، وبعدين المرات الجايه هيبقى في امثله كثيره جدا جدا جدا. يعني هنا internal rate of return، trend return ده بيتكلم على transaction يعني معاملة مالية، ال interest rate مش ما بيتقالش. زي ايه؟ زي كده بيقول لك مثلا، فيبقى مطلوب منك هو ايجاد هذا ال interest في هذه المعاملة. بيقول لك car is sold cash 330,000 جنيه by installment بالتقسيط، تدفع داون بيمنت 50,000 وتدفع 90 مونثلي انستولمنت يعني 90 قسط، كل قسط 5,000 جنيه. احسب الانترنال ريت اوف ريتيرن، يبقى هنا الحسابات دي محسوبه على فايده قد ايه؟ ده السؤال. فهنا بقى عشان نحل المساله دي يا شباب، بص البريزنت فاليو بعد ما تدفع الداون بيمنت هيبقى 280,000 كويس، دول هيتقسطوا على ايه؟ على 90 شهر، كل شهر هتدفع كام؟ هتدفع 5,000. ده القانون اللي هو بي بتساوي ايه؟ اللي هو القانون العام اللي هو ده. اللي هو ده يا شباب اهو. ايه هنا كانت 5,000، الان بتاعتي 90 شهر، الاي هنا اي ام. الاي هنا تبقى اي ام اللي هي المنصري كويس. فانا طبقت القانون اهو. هنا المعادله دي يا شباب مجهول فيها اي ام، دي بتتحل بالكالكوليتور، اكيد كلكم تعرفوا ازاي تحلوها بالكالكوليتور. دي بعد ما اختصرناها تطلع 56 اي ام تساوي 1 ناقص 1 زائد اي ام اس ناقص 90 كويس. لو حليت دي بالكالكوليتور هيطلع لي اي ام تساوي الكلام ده. لو حسبنا منها الاي هتطلع 14.63 يعني قرب ال 15%. يبقى الفايده المحسوب عليها القسط دوت هو 15% او 14.63%. بصوا يا شباب انا بتكلم هنا بقول deceiving the customer يعني خداع الزبون. العربية اللي فاتت دي يا شباب دي حاجة حقيقية موجودة، كان في الإعلان بيقول لك قسط بفايدة 7%، بينما الحقيقة زي ما انتم شايفين كده كام؟ 14% اللي هي أكتر، يعني دي الحقيقة ضعف اللي هو بيقوله. المعرض بقى والحالة دي بيقنع الزبون إزاي؟ خليكم معايا. بتتقال له كالآتي، بتتقال له أنت بتقسط على 90 شهر يعني 7.5 سنين، اللي انت دفعته اجمالا 50,000 زائد 95 يبقى دفعت 500,000 بس على 7.5 سنين. التوتال بروفيت بعد 7.5 سنين هو الفرق بين ثمنها اللي بالتقسيط 500,000 ناقص 330,000 يبقى 170,000. بيقنعك كالاتي، فبيقول لك انت ال 170,000 دي دفعتها زياده على مدى 7.5 سنين،
يبقى اللي انت دفعته في السنة زيادة هو 170 على 7.5 يعني 22,666 جنيه. فبيقول لك ايه؟ يبقى المبلغ ده لما تقسمه على 330,000 يطلع تقريبا 7%. فهو بيقنع الزبون بالشكل ده. حد مركز معايا يقول لي ليه دي طلع 7% والحقيقة طلع 14%؟ ها؟ حد يقول معايا؟ حد من الشباب؟ ها؟ ها شباب؟ ناس معايا ولا ها؟ مع حضرتك يا دكتور. معايا. طيب فمين هو ضحك على الزبون ازاي؟ بصوا بقى ضحك على الزبون كالآتي. اول حاجه في الحسبه بتاعته دي الداون بيمنت ما اتحسبتش، نيجليكتد، تمام خلاص. وبعدين التايم فاليو اوف ماني يعني المبلغ اللي بيدفع بعد 7 سنين بيتحسب كانه زي المبلغ اللي بيدفع النهارده. طبعا ده كلام مش مظبوط. المبلغ اللي بيدفع يعني بصوا كده في المساله دي لما نبص لها نرجع تاني 330,000 انت دفعت 50 بقوا 280، بعد شهر بقوا 275، بعد شهر تاني بقوا 270 وهكذا. فالمبلغ اللي عليك عمال بيقل. هو ما بيحسبوش كده، هو بيحسب ال 330 وبيهمل ال 50 اللي دفعت في الاول وبيهمل ان الفلوس عماله بتتناقص، فهو ما بياخدش التايم فاليو اوف ماني في الاعتبار. ما بياخدش التايم فاليو اوف ماني في الاعتبار خالص، وبالتالي النتيجه بتاعته بيخدع الناس ويقول له 7%. مش حقيقه، مش حقيقه، الحقيقه هي 14%. هكلمك بعد شوية عشان انا اونلاين، هكلمك بعد 10 دقايق. طيب امال عايزك خد يا ماما. طب انا عشان شغال. طيب جنبنا هنا يا ماما، خطوة هنا. لا لا صغير. فبص شباب، يبقى هو هنا 7% حياتها 14%، يعني الريال انترست دبل اللي بيعلنوا عنه. بصوا شباب، يعني مثلا انا فاكر ايه ده، حاجه خبره شخصيه، البنك بيعرض عليا قرض 600,000 وبيقول لي هتدفع 55,000 كل شهر لمده سنه. فلما انت تيجي تحسبها الحساب المباشر كده هتقول ايه 55 في 12 ب 660، بالمقارنة بالستمية يبقى انت دفعت 60,000 زيادة. ف60,000 زيادة دي معناها 10%، فالبنك بيقنعني انها 10%. طبعا عشان الفاهم كويس قلت له لا طبعا الفايدة دي مش 10%، دي تحسبها ازاي من القانون اللي قلناه يا شباب، 600 بتساوي 55 وحط القانون وحط هنا اي ام، تطلع لي هنا اي ام 0.015. لما تيجي تحسب الفايدة السنوية الاي تساوي 1 زائد اي ام اس 12 ناقص 1 يطلع 19.5%. فاللي هو بيحاول يقنعني بيه ان هو 10% حقيقته الدبل. حقيقته ايه؟ الدبل. فالحساب المبسط ده ما ينفعش، اللي هو تقول لي 55 في 12 ب 660 وما اعرفش ايه الكلام ده، ده يا شباب ضحك على الدقون. ده يا شباب ضحك على الدقون تماما. وبالتالي يبقى اللي دايما بيبقى الحقيقه بتبقى ضعف اللي بيقوله لك. يعني لما تعمل الحساب البسيط المبسط ده يبقى ضعف اللي بيقوله لك. فاللي هو بيقول لي عليه 10% حقيقته 19.5%. حقيقته 19.5%. بص شباب، انا يعني المكالمات اللي جات لي كده وانا قاعد، انا اسف في حاله وفاه عندنا في العيله، فمعلش انا بتاسف جدا. و باذن الله نكمل يوم الاربعاء الجاي.
فأنا مضطر أنزل عزا، فمتأسف جدا، لكن المقدمة الأساسية دي الفايلز دي هبعتها لندى مباشرة دلوقتي بحيث إن أنتوا تبقوا معايا أول بأول. ماشي يا ريت. شباب، معلش أنا آسف جدا، ماشي كل المكالمات بتجيلي دي في حالة وفاة عندنا. ماشي أنا آسف، دي حالة لسه حاصلة قبل ما نبتدي بنص ساعة بس أو بربع ساعة. طيب أنا هبعت لندى حالا كل الفايلز دي. شكرا، وأنا عامل ليف دلوقتي ومتأسف للظروف المفروض.